محطتنا الأخيرة لليوم رح نسلط فيها الضوء على أنشطة اتحاد الناشرين السوريين طبعا اللي عم تتماشى مع المرحلة الحالية للتصدي لفيروس كورونا، وهالشي بتشجيع القراءة الإلكترونية. رح نتعرف أكثر طبعا على هالموضوع مع رئيس اتحاد الناشرين السوريين هيثم الحافظ. صباح الصحة والعافية. صباح الخير والهنا والعافية والمحبة. ما بدي اقول صباح الحظر بقدر ما بدنا نقول صباح الانفتاح حلو يلي القادم والامل القادم بانه صباح الاوقات الحلوه مع العائله الاوقات الحلوه مع العائله وهذا التجمع يعني الاسري اللي خليني اقول كنا فيه مجبورين، لكن بتصور له فوائد كبيره، وهذا اللي نحن لازم خلينا نقول انكرسوا بهالايام هي. صحيح. يعني ان كان بالقراءه، ان كان بالثقافه، ان كان بالعلم، بالحضاره، بالمعرفه، بالافلام، بالمسرحيات، بالثقافه عموما، لكن نحن الحقيقه نحن امام هذا الرؤيه الاسريه. نعم. الجديده يلي بتساوي ود ومحبه، وخلينا الاهم نقول نحن على امل بانه القادم افضل والقادم خير. تماما، صباح الطاقة الإيجابية، دائما نحن بنبحث عن هدول. نعم. الأشخاص يلي بيعطونا الهالة الجميلة أو الطاقة. نعم. الإيجابية، مثل ما ذكرت أستاذ هيثم، يعني يمكن ما بدنا نحكي عن فترة الحجر كهي مملة، ولكن هي إيجابية. نعم. مملة من جهة ومسلية ومفيدة من جهة أخرى. نعم. دائما يعني في أنشطة كنتوا تقوموا فيها أستاذ هيثم، والأنشطة كانت فعالة بيبي. نعم. جدا. نعم. وكانت يمكن ما عندكم وقت تاني لبيوتكم بقدر ما كان عندكم وقت كبير لعملكم. تمام. يعني بهيدا الفترة خلينا نحكي عن أهمية هيدا المرحلة، مثل ما حكيت بالمنحة الإيجابي، كيف فينا نحن نكرس وقتنا بالبيت، سواء يلي بيحب القراءة، المطالعة، اللي كان ينزل مثلا يقتني الكتب، القصص بشكل عام. خلينا نحكي هلا اول شيء انا بدي اقول لك نحكي شوي عن الماضي. نحن في عندنا بالنسبه لانشطتنا حقيقه مرتبطه بالتجمعات. صحيح. ونحن اليوم هذا المرض مشكلته الاساسيه هي التجمع. تجمع. فاذا نحن انشطتنا حقيقه انقلبت، بس نحن ما الغينا يعني. تمام. نحن وهذا اللي انا بدي اقول لكم عليه، نحن اليوم بواقع ما لازم بكل أبعادنا نلغي أو نوقف النشاطات نحن عم نقوم فيها، لكن خلينا نقول اختلفت الرؤية لها، اختلفت طريقة التطبيق. تمام. نحن الهدف من معرض الكتاب مثلا هو اقتناء الكتاب، والهدف من اقتناء الكتاب هو المطالعة. صح. يعني الهدف الأسمى نحن من كل أنشطتنا اللي بنساويها هي الهدف القراءة والمطالعة. ونحن تقريبا كاتحاد ناشرين بأوائل الأزمة أطلقنا مبادرة، خليني أقول سميناها اقرأ وخليك بالبيت. هاي المبادرة سبقتوا الأحداث سبقنا الأحداث وبدأنا نشتغل عليها كناشرين. نقول نحن اليوم كاتحاد ناشرين هيك كنا عم نشتغل، انه نحن اتحاد الناشرين بيوصل الكتب الى المنازل مجانا. حلو. بيوصل الروايات والقصص الى المكاتب، الى الاماكن العمل، بدون ما انت تنزلي وتساوي عمليه البحث عن هذه الكتب. لكن اليوم الازمه تفاقمت، صارت اكبر. حتى نحن اليوم مستودعاتنا متوقفه، مكاتبنا موقفة، دور النشر مسكرة. نعم. فنحن في هذا الواقع شو سوينا؟ نحن جينا لقينا كمان حل. نحن اليوم عم نرفع كتبنا على الانترنت مجانا، إن كان عن طريق البي دي اف. تمام. وإن كان أيضا عن طريق الحماية الملكية يعني. ونحن سمحنا يعني، نحن اليوم سمحنا هذه الكتب إنه تكون مجانا. هذه بالعادة بالوضع الطبيعي هذه الكتب بتكون مأجورة أو مدفوعة الثمن. يعني أنت بدك تحمل كتاب البي دي اف من كتاب من دار نشر تبعي، أكيد. كان سابقا هذا الكتاب له أجر ولو أجر بسيط. نعم. اليوم بهذه الأزمة نحن كاتحاد ناشرين قلنا لا، لازم نحن بقى نرفع التكلفة عنه، نرفع الرسوم اللي هي كانت تنحط على الكتاب، فوضعنا أن تكون هذه الكتب مجانية. فصار في مبادرات كبيرة من كذا ناشر، ما بدي أقول أسماء، لكن من كذا فيني سميها، نحن بنسميها منصات. اليوم في عنا منصات إلكترونية بالعالم الافتراضي موجودة. هذه المنصات ممكن تعدت مثلا
ال 15 منصة أو ال 20 منصة، وأنا إذا اللي عم يتابعنا عن طريق اتحاد الناشرين السوريين أو اتحاد الناشرين العرب أو عن طريق مواقع الإنترنت اللي لها علاقة بالناشرين، عم نحط هذه المنصات وعم نقول هذه الكتب موجودة في هذه المنصات مجانية وبشكل مستمر ودائم دوري وبشكل دائم، وعم كل يوم عم تنزل كتب جديدة. ولكن أنا بدي أقول لكم إصدارات جديدة ما عاد في يعني، لكن أنا بدي أكد إنه نحن ونحن بدنا نتعامل مع الواقع، ما بدنا كمان نعطي نقول نحن تفاؤل الزايد عن الحجم ويكون غير واقعي. نحن الآن أمام واقع حقيقي، نحن أمام أزمة، لكن هذه الأزمة بدنا نحاول نكرسها ونحاول نستفيد منها. نحن اليوم كناشرين، كاتحاد ناشرين، كقراء، عم نحاول نستقطب رؤية جديدة، إنه اليوم موضوع الإلكتروني موضوع كتير مهم، صح. موضوع أنا وقت اليوم عم أنزل لك كتاب وعم أنزل لك رواية عم تحسني تقرأيها. اليوم نحن كدار نشر تبعي أنا صرنا ننزل كمان كتب صوتية، يعني حتى اليوم أنت، ولأنه بصراحة الواقع اللي نحن عايشينه صار صاب الإنسان بواقع ملل، ربما يتعب الإنسان من القراءة، بده يعني أساليب جديدة. فنحن اليوم أيضا، نحن اليوم أنا عندي اليوم من الدار النشر تبعي وجهت تقريبا نحن عنا 25 كتاب صوتي نزل، وبإمكانكم تتابعون وعن طريق الموقع الإنترنت تبع الدار النشر تبعي، إنه نحن صرنا اليوم عم ننزل كمان صوت. إنه اليوم مو بس أنت بتقرأ الكتاب بي دي إف، لا صرت تسمعي صوت، وهذا أيضا بده يعزز. نحن اليوم حقيقة نحن مشتغلين على فكرة التفاؤل، على فكرة إنه نحن نلاقي حلول، صحيح. وأنا أحكي لكم قصة وجهة نظري أنا كقارئ الآن. اليوم أنا في عندي في مكتبتي مثلاً 10 كتب، وأنت عندك في مكتبتك 20 كتاب، والأنسة عندها 30 كتاب. نحن اليوم ونحن موجودين في بناية واحدة، خلينا نشتغل على فكرة جديدة، تدوير الكتب، تمام؟ مع التعقيم. أيوه. صح. ما تعقيم. لكن خلينا نعمل آلية إنه نحن حقيقة نعمل شوية تدوير لهذه الكتب، لأنه نحن اليوم أمام في واقع. عالم ما بتعير كتابة، لازم هلا من خلالهم عن جد في عالم نطلب منه كتاب. فنحن اليوم حقيقة اليوم أنا قرأت كتاب وشفته، هذا الكتاب مفيد، وممكن أنا أعمل لك إسقاط عليه وأقول لك الفصل كذا موجود، الفصل الأول، الفصل الرابع، هذول مهمين. واليوم بالذات الكتب يعني اللي أنا شايفها اليوم هي ممكن تعطي آلية جديدة. الكتب الطبية اليوم على فكرة كثير مهمة، نحن اليوم نعمل عليها إسقاطات ونعمل إيه، لكن المكتبات مسكرة، دور النشر مسكرة. طيب نحن نضل إنه نحن طالما نحن مسكرين، مثل ما بيقول المثل الشعبي الدمشقي، الجامعة مسكر نحن مرتاحين؟ لا حقيقة، هاي اليوم قال مرتين هذا. نحن لازم نلاقي حلول، ونحن لازم حقيقة نبحث عن حلول. نحن اليوم إن كان ناشرين، إن كان كقراء، كمجتمع اليوم، أي شيء عم تحاول ست البيت اللي ما عم تلاقي مواد موجودة عندها، في أشياء مسكرة، صرنا عم نحاول نلاقي حلول. فنحن بالقراءة وبالثقافة نحن أكثر الناس لازم نصنع هذا الحلول، ولازم نصنع التفاؤل. الشيء الآخر كمان أنا بدي أركز عليه موضوع الفاقد التعليمي، وبدي أركز على موضوع الفاقد التعليمي. اليوم المدارس راح منها 100 درس في اللغة العربية، 50 درس في الرياضيات، 20 درس في الكيمياء، 30 درس في الإنجليزي. طيب نحن شو الحل؟ هل نرجع للكتب أنا بسميها الإثرائية، الكتب يلي بتنمي هذا الواقع. ونحن اليوم أنا كدار نشر اليوم وجهت على إنتاج كتب باللغة العربية، أنتجنا نحن 10 كتب وبدأنا ننزلها في السوق. نحن بدأنا اليوم بهذه الكتب العشرة نقول أيضا موجودة هذه الكتب بتوصيل مجاني إلى المنازل، نعم. رغم الواقع الصعب اللي احنا عايشينه، لكن عم نبحث عن حلول، نعم. ونحن الأهم من بحث عن حلول اللي أنا بتمنى نبحث عن تفاؤل، ما ولا نحس أنه نحن بواقع صعب، على العكس نحن بواقع إيجابي
طبعا لن تستمر الى الابد هذه الازمه ان شاء الله. يعني اكيد حسب التزام يعني العالم كمان. خلينا نحكي استاذ هيثم، مثل ما في سلبيات قلنا في ايجابيات، يعني اليوم اكيد في زياده لعدد القراء بالنسبه طبعاً للكتب، أكيد أكيد أكيد. ونفس الشيء بالنسبه للعائلات، يعني صار في اقدر تقدير للكتاب خلينا نقول تماماً. وبحث عن المعلومه الموثقه والصحيحه اكثر من وسائل التواصل، لانه صارت مصدر شك عند البعض. هلا هذا الموضوع، موضوع الوسائل، اذا انتبهتي صارت بهي الازمه انكشفت تمام. ودائما نحن بنقول كنا انه يا جماعه اللي موجود بوسائل التواصل ما هو خبر، يعني احيانا هو مجرد معلومه ما بنعرف شو هي. ومثل ما قالوا، قال جتني صوره فعلا مضحكه احيانا، صوره لطفل انه عم يصنع كمامات ويوزعها مجانا. شوف، جتني من وسائل التواصل، كتبوا سوري يقوم بصناعة الكمامات وتوزيعها مجانا، صفحة ثانية كتبت مغربي يقوم بصناعة الكمامات وتوزيعها مجانا، صفحة ثالثة كتبت سعودي. يعني هذا الطفل كل واحد حطه بالطريقة اللي هو بده اياها وبينظر له، لكن هل هو واقع؟ صحيح. حقيقة نحن الآن هذا الـ 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 الأزمة اللي ساوتها وظهرت هذه وسائل التواصل الاجتماعي رغم أهميتها ورغم لها دور، لكن ظهرتها بمظهر، خلينا نقول ما هو مظهر إيجابي، مظهر كشفت، حقيقة يعني كشفت أنه هي ما تقدم معلومة، معلومة ضعيفة ومعلومة سلبية. صحيح. يعني دائما كمان رسالة تانية بنوجهها اليوم من عبر أيضا حضرتك، أنه نحن ما ناخذ هدول القصص على محمل الجد ولا ننقلها. أهمية أنه خلص أوكي، ممكن تصلنا نحن صورة، وصلت الصورة قريناها شفناها، ما ضروري نعمل لها كوبي بيست ونحولها لنزيد من انتشارها الغير ضروري والمانو صحيح. يعني أستاذ اليوم مثل ما حكيت توجهت بعدة رسائل مفيدة إيجابية مهمة كتير، بدنا نتمنى لك كل التوفيق، بدنا نتمنى أيضا هيك بلقاءاتنا الجاي إن شاء الله ما بتطول مدة الحظر، ولكن كيف فينا نحن نعبي وقتنا بالأشياء المفيدة، وخاصة خطوة مهمة كتير الكتب أو النسخ عبر الإلكتروني كمان هي بتمنع الاحتكاك وتوقي أيضا. إن شاء الله ربنا بيوقي بلدنا من هذه الأزمة، وبنرجع بالقريب العاجل كلياتنا لأعمالنا، وبنرجع لتجمعاتنا اللي هي بنبني فيها حضارتنا وبنبني فيها بلدنا وبنبني فيها ثقافتنا. وأنا أكيد بدي أوجه الرسالة الأهم بهذا اللقاء، أنه نحن ما نيأس، والواقع ما نعتبره إلا هو واقع إيجابي، وأكيد الحياة فيها من الخير وفيها من ما بدي أقول شر بقدر ما بدنا نقول فيها من الحزن، وهذا يوم من أيام الحزن اللي عم تمر على مو بلدنا، على كل العالم. لكن نحن خلينا نستثمرها بشكل إيجابي، ونرجع نحفز أنفسنا بأن القراءة هي الخير، وأن القراءة هي للمجتمع. وأنا بشكركم على هذه الإطلالة الجيدة، وبتمنى كمان نحن نكون كلياتنا بقريب العاجل نعلن من قناتكم ومن برنامجكم عن معرض مكتبة الأسد إن القادم شاء الله. إن شاء الله. أكيد إن شاء الله. شكرا لك كثير على كل المعلومات اللي أعطيتنا إياها، والأنشطة المستمرة رغم الحجر المنزلي ورغم توقف الأنشطة. أكيد دائما بنقول للعالم أنه كل شيء يعني في شيء إيجابي، في إيجابيات دائما، وخاصة أنه هلا عم نرجع للزمن القديم، أنه صار الكتاب هو خير فيه وخير جليس، دائما خير جليس. أكيد جليس. فنتمنى لك كل الصحة والتوفيق ولكل الناشرين السوريين. شكرا لك. وأنا عبر كمان قناتكم بوجه الشكر لجميع الناشرين السوريين، وبتمنى لهم الصحة والعافية، ولجميع القراء والمثقفين في سوريا. شكرا كثير لكم.